الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أفصح العرب سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي وزير الثقافة الأكرم، أصحاب السعادة والعطوفة المحترمين، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب ونبارك ونهني معالي وزير الثقافة الأكرم بالثقة الملكية السامية، متمنين له كل التوفيق والنجاح. يقول المتنبي: أعز مكان في الدنيا سرد سابح وخير جليس في الزمان كتاب. نحتفل اليوم بمناسبة الأسبوع الوطني للكتاب ومرور عام على انطلاقة حملة كتابك صديقة التي أطلقت لرعاية تشجيع القراءة وتيسير السبل والوسائل للوصول إلى الكتاب وجعله في متناول الجميع. إلى كل من يتطلع إلى الكتاب ولا يستطيع اقتناءه، في مثل هذا اليوم تتجدد الهمم وتسمو الآمال لتشجيع أبناءنا بشكل خاص والمجتمع بشكل عام على الاهتمام بالمطالعة والقراءة، فالقراءة فبالقراءة تسمو أخلاقنا وأفكارنا وآفاقنا. القراءة غذاء للعقول وسمو للنفس ورقي للمشاعر. القراءة معرفة والمعرفة قوة، وصديقنا هو الكتاب، وخير الكتب ما أنزله الله تعالى، وخير الكلام كلام الله تعالى. نفتتح به حفلنا هذا بما تيسر من آيات الذكر الحكيم يتلوها علينا الزميل موسى العوامر، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إنا إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا للزميل موسى. أيها الحفل الكريم، إن ثقافة الإنسان مرآة لأخلاقه وسلوكه، بل إنها مرآة للشعوب التي تعكس آمالها وتطلعاتها وتحافظ على تراثها وتاريخها، حاضرها ومستقبلها. وإن كنا نؤكد على أهمية الكتاب في حياتنا، فإننا نتطلع إلى ضرورة توفير وتيسير السبل والوسائل للوصول إلى الكتاب ووضعه في متناول الجميع. صديقنا الكتاب الذي نأمل أن لا يفارقنا ويبقى جليسنا معظم الوقت، يقوم على رعايته اليوم جهازا موثوقا بإدارته عطوفة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الأستاذ محمد يونس العبادي. خير من يعتني بصديقنا الكتاب فليتفضل لإلقاء كلمته مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه العربي الهاشمي الأمين.
معالي الأستاذ الدكتور بركات عرجان وزير الثقافة، سعادة العين طلال أبو غزالة، أصحاب السعادة والعطوفة، بداية باسمي وباسمكم جميعا نتقدم بأجمل التحايا وأسمى آيات المباركة لمعاليكم بمناسبة صدور الإرادة الملكية الثانية بتعيينكم وزيرا للثقافة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم ويوفقكم لما فيه خير الخير لأبناء أردننا الحبيب وقيادتنا الهاشمية المظفرة. كما أرحب بكم جميعا في هذا اليوم المبارك وفي هذا الصرح الثقافي ذاكرة الوطن، أحييكم وأشكر لكم حضوركم لنحتفي معا بمناسبة ثقافية وطنية، الأسبوع الوطني للكتاب. الحفل الكريم في هذا اليوم نحتفي بكم كناشرين ومؤلفين ومعلمين وأولاء للمكتبات العامة والخاصة وكل أركان الحركة الثقافية، وقد أردنا من ذلك التعبير عن تقدير معالي وزير الثقافة الأستاذ بركات عوجان وتقديرنا لإنجازاتكم الخيرة في مجال النهوض بالكتابة وتشجيع القراءة ودعوة لاكتشاف متعتها وتجديد الاحترام لها. فالكتاب أقدم وأقوى مصادر الثقافة، وبه ومعه نستطيع بناء إنسان مثقف واعي، ونحن أمة لدينا إرث إنساني وحضاري في تقدير الكتاب والعلم والعلماء، وما أحوجنا في هذه الظروف أن نتصالح مع الكتاب ونتصالح مع تراثنا العربي الذي قدر وأجل الكتاب والمكتبات. فالمكتبات سواء منها العامة والوطنية أصبحت منجزا من منجزات الدولة الحديثة ومفخرة من المفاخر التي تتباهى بها الأمم، كمكتبة الكونغرس التي يفتخر فيها المواطن الأمريكي على أنها عنوان الهيمنة في العالم وقوة أمريكا، ومكتبة الوطنية البريطانية التي يفتخر فيها المواطن البريطاني على أنها خليفة الدولة التي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، والفرنسية التي يفاخر بها المواطن الفرنسي على أنها شرف فرنسا لأنها تحوي تاريخ فرنسا، فتاريخ البلد هو شرف البلد. إخواني الأعزاء، إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو ومنذ بداية هذا القرن قد وضعت معيارا لتقدم الدول بعدد منشورات الدولة من الكتب وتوزيعها، ونحن في الأردن يزداد لدينا النشر، وقد وصل في عام 2012 إلى 5000 مصنف، ومقارنة بعدد السكان يجعلنا في الدول العربية. لقد كنا في مؤتمر الأسبوع الماضي في مكتبة الإسكندرية، وكان معنا رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، وكان الحديث كله عن الكتاب وكيفية النهوض في الكتاب، وقمنا بتقديم ورقة عن الوضع في الأردن، فكنا نحن في مقدمة الدول العربية، حيث أن النشر لدينا كان في ازدياد، بينما كان هناك شكوى في معظم الدور الكتب في الدول العربية أن هناك تراجع لنشر الكتاب وتراجع في قراءة الكتاب، لكن الأردن كانت في نهوض، وهذه أرقام وإحصائيات تصدرها دائرة المكتبة الوطنية حول الوضع الثقافي ووضع الكتاب، والسبب كان